عودة مرة أخرى إلى رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار. أستاذ باسل، هل تسمعني الآن؟ مرحبا بك. أهلا وسهلا. يعني منذ يومين يصرح ممثل أمريكا في التحالف الدولي أن القوات الأمريكية باقية في سوريا لأن المعركة مع تنظيم الدولة لم تنتهي، كيف تقرأ المشهد في سوريا؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني تواجد القوى الأجنبية والقوى الخارجية في سوريا والنفوذات المتشكلة داخل سوريا من المتوقع أنها لن تخرج قريبا أو لن تنسحب بسهولة من سوريا، ولا شك أنه الوجود الأمريكي ووجود القوات الأمريكية أحد هذه التواجدات الأساسية الآن اليوم أو الرئيسية التي يشار لها بالتدخل في الحالة السورية، متذرعة بداعش تارة، متذرعة بملفات أخرى في أحيان أخرى، لكن في كل الأحوال لم يكن هناك ما يشير فعليا إلى أن الأمريكان ينوون الانسحاب بشكل كلي من سوريا. هم منذ البداية تواجدوا بشكل واضح وكان يعني اعتمادهم على أكثر من جهة، خصوصا بعض الميليشيات الكردية كبديل لتواجدهم في حال حدث انسحاب بشكل أو بآخر، بحيث يكون هناك ذراع يواصل التواجد نيابة عنهم في هذه الأرض. هذا الموقف يتزامن مع قرار واشنطن تعليق صرف 230 مليون دولار لإعادة الاستقرار في سوريا، كيف تنظر إلى ذلك؟ مسألة إعادة الاستقرار إلى في سوريا وملف إعادة الإعمار وغير والملفات المرتبطة بهذا الأمر استخدمت كثيرا خلال الفترة الماضية وأثيرت وكلام حول حجم هذا الإعمار وحجم المبالغ المطلوبة، وكالمعتاد كما حدث في ملفات أخرى سابقا وكما شاهدنا سابقا في ما حصل في العراق وفي لبنان وغيرها، تم ربط هذا الملف بشكل كبير بالقضايا والامتدادات السياسية، بمعنى ارتبط بفكرة وجود الأسد من عدمه والعلاقة الأمريكية مع روسيا وارتباطه أيضا مع ملفات أخرى وتصفية حسابات أخرى. ولذلك قراءة مشهد مسألة المبالغ التي ترصد تعليقها من صرفها وما يتعلق بملف إعادة الإعمار وملف الاستقرار وغيره لا يجب أن يكون مفصلا عن المشهد السياسي العام الذي من الواضح فيه أن الولايات المتحدة تنوي البقاء في هذه المنطقة لفترة طويلة. يعني الأزمة الأمريكية الأخيرة مع تركيا إلى أي مدى من وجهة نظرك يعني ربما غيرت من التكتيك الأمريكي في سوريا؟ يعني كما قلت سابقا ربما كان الأمريكيون يفكرون بتقليص تواجدهم في مرحلة ما، أو ربما كانوا يفكرون أو عطوا إشارات بأنهم ينوون عدم التواجد في المنطقة الشرقية بالذات، منطقة شرق سوريا بالذات، لكن كانت هناك أيضا كثير من المؤشرات على الأرض تشير إلى أن الأمريكان كانوا ينوون من البداية أن يبقوا في سوريا لفترة طويلة. القواعد العسكرية التي بنوها المطارات، بعض المطارات العسكرية التي افتتحوها، حجم القوة والجنود التي استخدموها وأشياء من هذا القبيل. طبعا لا شك أنه التوتر الحاصل مع تركيا ساهم بطفوها هذه المسألة إلى سطح أكثر فأكثر، ولكن أظن أنه الأمريكان كانوا من البداية. نعم أستاذ باسل، شكرا جزيلا لك. رئيس مركز إدراك للدراسات الأستاذ باسل حفار، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا لك.